يقول السائل: علمت من فضيلتكم أن الزيارة التي تقام في مكة مثل جبل طور أو جبل نور أو غيرها غير مشروعة، فإذا كانت النية للاستطلاع فقط فهذا العمل جائز أم لا؟ إذا كانت النية للاستطلاع فقط فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي، ولو كان للاستطلاع ما ينبغي، لأن الناس الآن يزورونها للتبرك بها، فإذا زارها هو بقصد الاستطلاع صار قدوة لغيره، يظنون أنه زارها لمقصد التبرك أو لي، فينبغي أنه ما يروح لها ما دامت أنها تزار للتبرك أو للتعبد، فلا ينبغي له أنه يروح لها ولو كان يقصد الاستطلاع، لئلا يظن أنه راح لها ويقولون الناس زارها فلان، لو فيها شيء ما تركها فلان، يقتدون به في هذا، ينبغي تجنبه، ولا في شيء للاستطلاع، جبل وفيه كهف، هذا وش الاستطلاع؟ وش تطلع عليه؟ مثل الجبال الأخرى، جبل فيه غار، أنت ما شفت الجبل اللي فيه غار؟ هو مثله، ما هنا شيء.